السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم متابعينا بكل خير. تم اليوم الكشف عن تويوتا رافور موديل 2022، كما تلاحظ أبرز الاختلافات هي في الكشاف الخلفي، حيث أصبح متصل على كامل السيارة. هذه داخلية السيارة، طبعا السقف بانوراما، مكيف منفصل، الشاشة الأمامية بقياس 13.1 إنش، الجير إلكتروني من 8 سرعات، تشغيل البصمة، المقود، هذه واجهة السيارة.